السلام عليكم اخواني، كيف حالكم؟ الله يسعد صباحكم، ان شاء الله تكونوا بخير. هذا قبر ضريح ارطغرل بن سليمان شاه في مدينة سوغوت بتركيا. طبعا وصلت لسوغوت من نصف ساعة تقريبا، لكن لقيت مكان القبر مسكر، بيفتح الساعة 7 الصبح. فوصلت على ضريح واخواني الساعة 12:30 ليلا، فطلع بيفتح الساعة 7 صباحا. هذا هون مقابيل الضريح، ما بعرف يمكن شركة او متحف. مقابل الضريح على السايد الثاني هذا اوتيل، وهون اماكن الباركين، باركينات تاعت السيارات يلي بيحب يصف الباركينج صباحا اذا حدا بده يجي يزور الضريح. اخواني كمان هذا اماكن للسياح او للزائرين، ممكن يقعدوا يجلسوا هناك مكان الخيام. هذه اعتقد اماكن يلي بيبيعوا فيها مقتنيات او ذكريات او اشياء بتخص قبائل الكايا تاعت سليمان شاه او ارطغرل او ابنه مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن ارطغرل. هذه اخواني اعتقد كتابة او ابيات شعر تمدح ارطغرل ابن سليمان شاه، مكتوب باشا بحر سلطان وابن اسكندر سيرة دار شهر حضر عبد الحميد. المهم اشياء انا صراحة ما شاطر اقراها، في عندهم تحت مي يلي بيحب يشرب مي. وهذا هذه اخواني مكتوبة بالتركي، صراحة انا ما بعرف تركي. هذا هون ضريح ارطغرل غازي بن سليمان شاه. وهنا اخواني ضريح حليمة هاتون زوجة ارطغرل بن سليمان شاه رحمة الله عليهم اجمعين. اخواني اقول عثمان غازي الكابري، ميم الكابري. هنا اخواني طبعا هون في بالصبح اذا فتحوا الساعة 7 بيوقفوا واحد من هون على هذه الحجرة وواحد على الثاني، واعتقد هذا الباب اللي تقدروا تفوتوا فيه الى ضريح ارطغرل بن سليمان شاه. وهون هذه اللافتة اخواني مكتوبة بالتركي، للأسف ما بعرف تركي انا. وهون في قبور لمن هي الله أعلم. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم للاحقون إن شاء الله. هذا هون قبر إخواني، هذا الثاني رحمة الله عليهم أجمعين، وهذا قبر الثالث
وهنيك اخواني ابا الرابع وهذا الخامس وهذا السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، 11 ابر هون. وهذا قبر اخواني سافجي اوغلو سافجي رحمة الله عليه. هون اخواني كمان قبة قبرين، وهنيك في قبرين، الله اعلم لمن صراحة، ما بعرف، لكن هذا الضريح مكتوب عليه اكتيمور، وهذا الضريح اللي جنب القبر الاول هميت بي، الله يرحمهم ويسكنهم جنات نعيم ان شاء الله. هذه الأضواء إخواني موجود عليهم الفاس والهلال والسكين أو الخنجر، هذا شعار قبيلة الكاي. شخص حابب يشتري من هون أشياء تخص قبائل الكاي ممكن يقدر يشتري. طبعا هذا أخواني دنيا ليل، ما في أي حدا داخل المحل، تاركينهم برا، فشكله أمان عندهم. هذه كمان أبيات شعر تخص مقاتل أو أحد قبائل الكاي. هذا قبر كارا مورسيل، وهذه شجرة إخواني يقال، والله أعلم طبعا، هذه اللي زرعها أرطغرل غازي بن سليمان شاه، لأنه مبينة هذه شجرة ضخمة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هذا قبر مليك بي، بس مثل ما قلت لكم إخواني ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله، هذه شجرة ضخمة ضخمة ما شاء الله. قبر أمير علي الله يرحمه، وهذا مكان ضريح أرطغرل بن سليمان شاه غازي، هنا ضريح أرطغرل بن سليمان شاه إخواني في مدينة سوغوت في تركيا. وهذا إخواني ضريح أرطغرل بن سليمان شاه غازي. هذا اخواني قبر عبد الرحمن غازي، هذا قبر قندوز بي اخواني الله يرحمهم اجمعين ان شاء الله، الله يرحمهم ويسكنهم جنات النعيم. اخواني نملي اوتيل مقابل ضريح أرطغرل بن سليمان شاه في سوغوت، اللي حابب يجي يقعد بالفندق، هذا الفندق. هذه احدى خيم قبائل الكاي موجودة هون جنب الفندق اخواني، هذه احدى خيم قبائل الكاي
موجودة إخواني خلف الفندق، وأعتقد هيك كانوا خيم قبائل الكاي. ما شاء الله إخواني، هذه الخيمة صراحة صناعتها يدوية، وصراحة يعني خيمة متينة باين عنها، شكلها جدا جدا يتحمل الطقس الشتوي. هذا علم قبيلة الكاي فوق الخيمة، بس صناعته اخواني جدا جدا ما شاء الله فخم يعني. اعذروني اخواني، والله انا صورت في الليل لانه وصلت في الليل، ولكن توقيتي انا على اساس وصل الصبح، لكن وصلت في الليل على سوغوت. بحب انهي لكم هذا الفيديو، لا تنسوا تدعموني بالاشتراك بالقناة، تحطوا لايك وشير للفيديو، تكتبوا بالتعليق شو حابين صور لكم بتركيا. ان شاء الله بشوفكم بفلوج جديد. اخوكم دايفر ترافل، السلام عليكم. السلام عليكم اخواني، كيفكم؟ شو اخباركم؟ الله يسعد صباحكم، لانه الساعه عندي 2:30 صباحا. انا حاليا اخواني طلعت من مدينه سوغوت، متجه ان شاء الله الى مدينه مرسين. قدر المسافه بالكيلومتر 730 كيلومتر. ان شاء الله حمر بمدينه هونيا، وانا من تقريبا جاي يعني ان شاء الله من سوغوت حادخل قونيا. اذا الله راد وصلت ان شاء الله بالسلامه، حصور لكم شوي قونيا. اول هذا الطريق كثير كثير رائع، درجه الحراره اخواني ناقص 4، الساعة مثل ما قلت لكم 2:30، وأنا طلعت من سوغوت. الصراحة زرت قبر أرطغرل، غازي أرطغرل بن سليمان شاه، وبإذن الله بس وصل قونيا بخبركم التفاصيل أول بأول بإذن الله.